بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. ومباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في مشوار الدوري قدام فريق محترم وهو فريق مصر المقصه. ماتش النهارده بيجي قبل نهائي باذن الله البطوله العشرة للنادي الاهلي. ماتش مهم جدا لان المكسب النهارده هيبقى انت طويت صفحه الدوري اللي لعبنا فيها ثلاث ماتشات ورا بعض، وان شاء الله باذن الله النهارده ربنا وفقنا بالمكسب، يبقى احنا في الفتره ديت يعني انجزنا. كان نفسنا ناخد النقاط كلها ولكن ضاعت مننا نقطتين ماتش بيراميدز، كنا احنا اولى بيهم ولكن قدر الله ما شاء فعل. انما الفتره اللي فاتت كان في نقطه ايجابيه جدا 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 واضح لحضراتكم من ساعه ماتش الترجي. احنا كنا قبل كده بنقول ايه ماتشات، وناس كانت بتقول جمله كده انا ما بحبهاش اصلا، يعني انا ما بحبش الجمله دي اللي يقول لك مش عارف تكسب ولا تلعب، مش عارف تلعب ولا تهز، حاجات كده من اللي هي الحاجات اللي فيها ايه فلسفه شويه. لا، احنا بقالنا من ماتش الترجي لحد الماتش اللي فات بصراحه يعني معظم المباريات ان ما كانش اغلبها بيبقى اداء ونتيجه. حتى مباراه بيراميدز اللي ضاع مننا فيها نقطتين احنا عملنا مباراه وشوط ثاني من اروع الاشواط اللي النادي الاهلي عملها السنه دي، ولكن الاخطاء موجوده وممكن تتعادل، ممكن يعني يضيع منك نقطتين، يعني ورده. ولكن الايجابيه ان انت ملاحظ الفتره اللي فاتت ان في تقارب في المستويات بين اللعيبه وبعضها. اللعيبه دلوقتي بقت بتتنافس مع نفسها علشان تلعب، عشان تحط رجليها في الملعب، عشان كله نفسه الفتره دي يلعب دوري ويلعب بطوله افريقيا، وكله عنده حته الاستنفار جامده جدا 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 وانكار الذات جامده جدا جدا. ولو اتفرجتوا حضراتكم على المباريات اللي فاتت تلاقوا لعيبه كتير جدا جدا بتيجي على نفسها زياده عن اللزوم كمان عشان خاطر الفرقه وعشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر زمايلهم، وده اللي بيبقى واضح جدا في الماتشات اللي فاتت. عشان كده الفتره اللي فاتت كانت فيها ايجابيات كتير جدا بجانب النتائج، العروض الكويسه، والعروض ان شاء الله لما النادي الاهلي بيخش في عروض مع النتائج ما بينزلش. ممكن تهوي ربع ساعه في شوط، شوط لو فرقه مقفله زي ماتش المقاولين اللي فات، انما الشوط الثاني لقينا طفره جامده جدا في الاداء. فالفتره اللي فاتت فيها ايجابيات، الحمد لله رب العالمين. الاصابات قلت، بعض اللعيبه اللي كانوا مصابين دخلوا تقريبا الفرقه، تقريبا الهيكل الاساسي بالدكه. عايز اتكلم على الدكه كمان، الدكه في الماتشات اللي فاتت بتنزل تفرق، يعني بقت عنصر فعال، بقى في تقارب في المستويات بين الدكه، وده دايما موجود في النادي الاهلي على فكره. ولكن كمان الدكه بقت مؤثره جدا برغم ان في بعض الاصابات، ولكن الدكه بقت مؤثره جدا 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 جدا، وده شفناه الماتشات اللي فاتت. بس بقى الفتره اللي فاتت عايز اتكلم على حاجه تانية. يمكن انا المره اللي فاتت اتكلمت على حته التفويت دي عديناها، انما الفتره الجايه باليومين اللي فاتوا دول تلاقي بقى كلام كتير جدا 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 مثار. ما هو يدخل لك في حاجه فما يلاقيش فيها جدوى يبحث لك عن حاجه تانية، يقول لك لا اخش له في حته تانية، يقول لك ايه اعمل له خلافات جوه فرقته. وفي ناس بتصدق، لكن جمهور الاهلي خلي بالك واعي جدا جدا وعارف ان الحاجات دي معظمها اشاعات والغرض منها ايه. يقول لك ايه ان النادي الاهلي في 3 4 لعيبه جالهم عروض وعايزين يسيبوا النادي ويمشي. 1 و2 و3 ماشي، عدت دي محدش علق عليها. قال لك ايه خلافات في التجديد، ده علي معلول مش عايز يوقع، علي معلول عايز مش عارف 2 مليون دولار، قفشة جاي له تركيا، لعيبه خبطت في بعض في التدريبات، مش عارف شريف والشناوي مش عارف. وتخش تشوف في الماتشات حاجه تانية خالص خالص خالص. يعني الكلام اللي بيقولوه ده اشاعات كتير جدا، هي او هم اللي بيقولوا الاشاعات دي واحنا عارفينهم كويس قوي عايزين حاجه واحده بس، يعرقلوا مسيره النادي الاهلي. هم شايفين ان النادي الاهلي رجع للدوري وماشي كويس، النادي الاهلي هو ممثل مصر في افريقيا، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه ان شاء الله يتوج بالعشره الافريقيه. فكل الكلام دوت عايزين يعملوا بلبله، عايزين يوقفوا المسيره،
سواء في بطوله الدوري او دوري ابطال افريقيا. هي بس العرقله هم عايزين يوقفوا الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي، وطول عمر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فاهمين وواعيين، ولاعيبه النادي الاهلي يعني مستوعبه الكلام ده كويس قوي. لعيبه النادي الاهلي مركزه في حاجه واحده بس. يعني بص، لما كنا لعيبه، لما نكون داخلين على بطوله جامده، بتاخد مساحه من الفكر شويه، بتاخد مساحه من الفكر. ماتش النهارده ماتش مهم جدا جدا جدا، ولكن ماتش النهائي هتلاقيه واخد مساحه من الفكر شويه للعيبه، يعني ممكن الاحتكاكات القويه او الجامده او اللي فيها ممكن يبقى فيها اصابات او اي حاجه ممكن اتحاشاها، ممكن نتحاشاها. ممكن يكون مستر موسيماني قايل لهم مثلا العب الكره بسرعه، ومش عايزين فلسفه، ومش عايزين زياده في اللعب، بدل ما تتعور او بدل ما تتصاب. وانا داخل على مع ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله تنتهي بمكسب لينا باذن الله وتكون العشره. فماتش النهارده هيكون في مساحه من التفكير للماتش اللي جاي، واكيد برضو مستر موسيماني هيبقى كده، ولكن التركيز في الملعب لماتش النهارده. احنا عايزين نكسب النهارده، علشان كل ما بتكسب في الدوري كل ما بتضغط على الخصم او بتضغط على المنافس، بتقرب منه. احنا عارفين لما النادي الاهلي بيقرب من المنافس، واحنا لينا طبعا، احنا عشان مين لينا ماتشات متاجله كتير، فكل ما بتكسب ماتش كل ما بتقلل ضغوط من عليك وتنقلها للمنافس حتى لو هو ما بيلعبش. بس تلاقي مثلا انت بتكسب وهو ركبه بتخبط في بعض، انت بتكسب وهو قلقان، يعني هو ما بيلعبش بس ليه هو قلقان، انت تكسب وهو متوتر، ويقعد بقى يقول لك اشاعات، واللعيبه بتتخانق مع بعض، واللعيبه مش عايزه تجدد، واللعيبه مش عايزه تلعب، ومين مصاب ومين هيمشي، ومستر موسيماني قال لك من دلوقتي انا مش عايز ده ومش عايز ده ومش عايز ده. يعني مستر موسيماني داخل على بطوله افريقيا وعنده معمعه في الدوري وماتشات متاجله وعايز يلحق المنافس، وهيقول من دلوقتي انا مش عايز ده ومش عايز ده؟ يعني دي ما تجيش بالعقل. وفين انت بتتكلم على ايه؟ على منظومه النادي الاهلي. ده مش موجود في النادي الاهلي خالص خالص. وبعدين حته بس صغيره ارجع لها عن التفويت اللي كانت بتتقال الماتشات اللي فاتت. يقول لك ايه؟ لما فرقه بتخسر قدام النادي الاهلي يقول لك اصل المدرب بتاعها مش عارف متعاطف وبيفاول، متعاطف وبيفاول. يعني كل الفرق اللي احنا بنكسبها متعاطفين وبيفوتوا؟ ده لو على كده يبقى انتوا اكتر ناس فوتوا لنا، يبقى انتوا اكتر ناس فوتوا لنا. مش ده النادي الاهلي على فكره، مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي لا محتاج تفويض ولا محتاج حكام ولا محتاج اتحاد الكوره، مش محتاج حاجه خالص، محتاج توفيق من ربنا بس، محتاج ان ربنا يكون معانا وتوفيق من ربنا، والحمد لله رب العالمين دايما ربنا معانا. طبعا الرد بقى من لعيبه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي في اي لعبه من اللعبات بيكون في الملعب. احنا عندنا دلوقتي الاهداف معروفه، عندنا بطوله دوري، وهنخلص من ماتش النهارده ونبص لدوري الابطال اللي هو احنا بس اللي مكملين فيه، احنا بس اللي مكملين فيه، وان شاء الله نتوج بالعشره. لكن احنا بناخد الامور خطوه 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 خطوه. ماتش اللي فات كسبناه خلاص عدى، نبص للي بعده. ماتش النهارده داخلين مركزين ان شاء الله نكسب، نبص للي بعده. انا عارف ان فوز النادي الاهلي وانتصاراته المتتاليه بتخلي ركب البعض زي ما قلنا بتخبط، بتخبط حتى لو هو ما بيلعبش، هو حاسس ان انت السيناريو ده اتشاف قبل كده كتير. مش هنروح بعيد، السنه اللي قبل اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، اللي يقول لك ايه، انا هحلق مش عارف زلابطه لو الاهلي خد الدوري، انا مش عارف هقلع القميص لو الاهلي خد الدوري، انا مش عارف هحط ايه لو حلق في ودانيا لو الاهلي خد الدوري. في الاخر كله لبس، مش لبس يعني لبس تاني مش بتاعه، يعني ده القصد. يعني فالاهلي بيكسب يبقى الاهلي راجع ان شاء الله، الاهلي بيكسب يبقى يرجع يتصدر جدول الدوري ان شاء الله. هو ده الاهلي. يقول لك ايه، ايه ده، هو الاهلي عمال يكسب؟ يا هو الاهلي وصل نهائي افريقيا وغيرنا طلع من دور المجموعات؟ طب ازاي؟ فصدمه، صدمه زي صدمه القاضيه اللي الناس لسه لحد دلوقتي مش فايقه، البعض مش فايق من القاضيه لحد دلوقتي. من هنا بقى تبدا بقى ايه، حاجه تانية، شائعات، علشان شائعات مغرضه طبعا،
علشان يعرقله المسيره، عشان يوقفك، لكن بعون الله وثقه الجمهور ودعمه وخبرات اللعيبه باذن الله طبعا، واصرارهم والعزيمه وغير مجهودهم امكانياتهم برضه وتوفيق ربنا، الاهلي بيتخطى كل الصعاب، والشائعات طبعا يداس عليها برجله. واحده واحده بنكون على منصات التتويج كلها ان شاء الله. تعالوا بقى ندخل في اجواء ماتش النهارده ونروح لمراسلنا في قناه الاهلي من فندق اقامه الفريق شريف شعبان ونشوف اخر اخبار الفريق ايه. اتفضل يا شريف. النادي الاهلي في كل مكان من محافظه السويس، يا رب باذن الله يكون توفيق اليوم مع النادي الاهلي. قصة مباراة قوية جدا باذن الله، باذن الله يكون الفوز اليوم من نصيب النادي الاهلي وناخد 3 نقاط يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان نقترب خطوه مهمه جدا لبطوله الدوري، بطوله محببه لكل جماهير النادي الاهلي قبل بقى المعترك الافريقي. يا رب باذن الله يكون توفيق معانا النهارده ونفوز على فريق مصر المقاصه. يمكن النادي الاهلي امبارح بعد تمرينه اللي كان في 5 عصرا في ملعب التتش غادر الى محافظه السويس، يمكن درجه الحراره يمكن الصبح كانت 34، النهارده يمكن او دلوقتي حالا يمكن حوالي 32، الرطوبه الصبح كانت حاجه و50، دلوقتي الرطوبه حاجه و20، يعني باذن الله على ميعاد المباراه باذن الله يكون الجو لطيف، باذن الله يكون جو يساعد لاعبي الفريق النادي الاهلي على تقديم اداء طبعا يليق باسم النادي الاهلي. وحسنا فعل اتحاد الكره عندما اجل المباراه لمده 2 ساعة، هنا فعلا الجو حر بطريقه كبيره جدا والرطوبه عاليه جدا، فباذن الله على الساعه 7 باذن الله يكون الجو باذن الله مناسب لكلا الفريقين، وباذن الله يكون التوفيق اليوم مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يوم النهارده في 10 صباحا كانت وجبه الفطار، الساعه 1:30 كانت وجبة الغداء، الساعة 4 كانت المحاضرة اللي أعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض به لقاء المقصة اللي هيكون بعد قليل. مين هيلعب سردباكات؟ مين في حراسة المرمى، الشناوي ولا مصطفى شوبير؟ هنعرف بعد قليل السردباكات مين، أيمن أشرف، بدري بنون، ياسر إبراهيم ممكن يكون موجود. هنعرف أيضا بعد قليل، في ناس قالت إن ممكن يكون محمد هاني النهاردة هيبدأ في البكرايت ولا هيبدأ بنفس التشكيل أو بنفس الشكل اللي بيبدأ بيه اللي هو أكرم توفيق في البكرايت، ويمكن أقرب أو يمكن أكرم هو الاقرب الى حجز مكان البكرات، ولكن هنشوف بعد اعلان مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيكون بعد لحظات طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي شاشه التميز. يا رب باذن الله النهارده يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي. يمكن الفندق بيبعد عن استاد المباراه حوالي 25 دقيقه، يمكن المحافظه من اول وصولنا الى محافظه السويس في تغيير كامل في مدخل المدينه، في الشوارع، في تطوير كبير جدا في محافظه السويس. يا رب باذن الله النهارده الجو يساعد لاعبي النادي الاهلي على تقديم اداء رائع يليق باسم النادي الاهلي ونحصد باذن الله 3 نقاط. النهارده التحكيم مكون من حكم ساحه الكابتن محمود عاشور، حكم مساعد اول احمد نوفل، مساعد ثاني عماد العقاد، حكم رابع محمد ابراهيم الدسوقي، حكم فيديو طارق مجدي ومساعده عاطف حسين. يا رب النهارده ايضا يكون طاقم التحكيم موفق الى حد كبير ويدي الحق للفريقين باذن الله، والاهلي باذن الله باذن الله باذن الله يكون التوفيق بس معاه النهارده، وباذن الله هنقدم عرض قوي، عرض يليق باسم النادي الاهلي. دي كانت كل كواليسنا قبل بدايه مباراه الاهلي والمقصه. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان. الاجواء الحمد لله رب العالمين كويسه. يمكن ملعب السويس من زمان احنا عارفين دايما بيبقى فيه هوا شويه، يمكن ده خلى برده كمان الماتش كان الساعه 3 بقى الساعه 5 دلوقتي بقى الساعه 3 ودلوقتي بقى الساعه 5 او كان 5 وبقى 7 دلوقتي. فالحمد لله رب العالمين برده الاجواء هتبقى افضل شويه، يعني 5 بدل 7 بدل 5 معقوله شويه. فان شاء الله باذن الله الاجواء كلها مهيئه لفوز لعيبه النادي الاهلي وتقديم عرض جيد باذن الله. بمناسبه قبل ما اخش برضو نستعرض تاريخ مواجهات الفريقين، النادي الاهلي علمنا حاجه ان احنا ما نسيبش حقنا ابدا. النادي الاهلي ما يسيبش حقه ابدا، ولكن الرد يكون باسلوب قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها. قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها. الرد بيوجع لكن بادب واحترام. الرد قاسي لكن بكل احترام. مش احنا اللي بننجر لسكك ولا مؤاخذه. تعالوا بقى دلوقتي نستعرض مع بعض تاريخ مواجهات النادي الاهلي ونادي مصر المقاصه.
الفرقتين اتقابلوا 19 مره، النادي الاهلي كسب 13 لقاء، تعادل في 4 وتلقى الهزيمه مرتين. النادي الاهلي احرز 35 هدف ودخل مرماه 14 هدف. نادي مصر المقاصة فاز في مرتين وتعادل فيه 4 وتلقى الهزيمة طبعا بالطبع في 13 مباراة. ليه 14 هدف وعليه 35 هدف. طبعا واضح التفوق الكبير. تاريخ المواجهات بيقول ان النادي الاهلي فارق كتير. ان شاء الله مسيرة الفوز دي تتواصل النهاردة بإذن الله رب العالمين. تحقيق فوز مهم قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال. النهاردة في ضغوط على النادي الاهلي وفي ضغوط على مصر المقاصه، ولكن ضغوط على النادي الاهلي اكتر شويه. داخل على نهائي افريقيا، اللعيبه عايزه تطلع باذن الله ان شاء الله كسبانه وباذن الله طالعه من غير اي اصابات وتبقى الروح المعنويه عاليه. ماتش نادي مصر المقاصه، المدير الفني الكابتن محمد عبد الجليل نتمنى له التوفيق بعد ماتش النهارده. يمكن هو لسه بادئ حياته التدريبيه دلوقتي، لسه يعني او الماتش اللي فات ما يعتبرش ابتدى لانه كان قبلها بيوم متعين. فدي تعتبر البدايه الحقيقيه للكابتن محمد عبد الجليل في الملعب كمدير فني. فالضغوط عليه مش هتبقى زي الضغوط على فرقه النادي الاهلي. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي ان شاء الله ان شاء الله، بصوا الماتشات كلها مهمه وصعبه. الوضع الطبيعي باذن الله ان الاهلي يكسب، فالضغوط عليه مش كتير قوي يعني، يعني ممكن يقول لك انا لسه جاي، الاهلي اقوى مني، فلو خسر ما عندوش حاجه يبكي عليها. انما الضغوط كلها على النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تتواصل المسيره بالمكسب والاداء الجيد اللي احنا شفناه الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا. كده خلصت فقرتي الاولى، هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، والكابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. ارجوكم انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا كابتن، مشرفنا. كابتن ايمن، ازيك كابتن؟ توفيق يا كابتن. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه الشياكه دي؟ ده قال حاجه قال حاجه قال حاجه. كابتن علاء منورنا يا كابتن. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن اسامه منورنا يا كابتن. الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن، ازيك كابتن؟ منور. اهلا بيك. الله يخليك كابتن شريف. ماتش مهم كالعاده، عجبني القميص الاسود مع هو. انت عايز تسمع كلمتين ولا عايز ايه بالظبط؟ لا والله يا بت... الستايل انا عجبني. البتاع بتاعك اللي بيطلع في البتاع موف ده، لونه ايه ده؟ مبيتي ولا مبيتي؟ طيب ماشي. الماتشين اللي فاتوا النادي الاهلي اداء ونتيجه، ممكن في بعض الفترات تحس ان وقعت مننا شويه، ولكن استمراريه لعروض جيده من مباراه الترجي حتى المباراه الماضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني هي ما وقعتش. انا في ماتش فيهم ما شفتش الشناوي شوط بحاله الماتش اللي فات يعني. فالحمد لله الرغبه بتاعت اللعيبه في التهديف، الرغبه في الفوز، الرغبه في الاداء. الحمد لله ان هم حالتهم البدنيه لسه مكتملين، ما فيش اي اجهاد حصل لحد دلوقتي من مباراه المتلاحقه دي. الهدف واحد اللي هو الثقه. الفوز بيعمل الثقة، ومن الثقة إلى الثقة الأكبر بإذن الله. صحيح. يوم 17 يوم السبت. كل الاهتمامات الفنية والإدارية والدنيا كلها والإعلامية كلها مهتمة الحقيقة بأخبار النادي الأهلي، بأداء النادي الأهلي، بلعيبة النادي الأهلي. استحوذنا الحمد لله على كل شيء. اللعيبة مقدرة ده تماما، لعيبة حاطة نفسها معسكر بينهم وبين نفسهم، فدي حاجه بتطمنا كلنا الفتره دي لغايه ان شاء الله المباراه الكبيره باذن الله. ودي مباراه النهارده من احدى البطولات الكبيره اللي احنا دايما يعني بالنسبه لنا بتبقى المفضله. صحيح. عزيزه علينا، ولاعبتنا ما شاء الله الحمد لله من مباراه لمباراه بيكتسبوا الثقه فيها وبيكتسبوا التقدم فيها وبيحسسوا الفرقه الثانيه ان ده النادي الاهلي. مظبوط. فكل اللي احنا بنتمناه النهارده، اولا يبقى ان شاء الله اللعيبه تطلع سليمه، ثلاث نقاط باذن الله، التركيز اللي هو داخل الملعب، وحسيب طبعا بقيه الكباتن يتكلموا لغايه لما نوصل انا وانت والكباتن للتشكيل لينا كلام تاني. صحيح. كابتن علاء، ماتش مهم قبل مباراه كبيره بينتظرها الجميع. النادي الاهلي عايز يوصل انتصاراته علشان حتى على الاقل يبقى داخل بروح معنويه عاليه ان شاء الله باذن الله يتوج بعدها بالعشر. خلينا في النهارده ان شاء الله. النهارده مباراه الدوري مهمه، ثلاث نقاط مهمين جدا في سباق الدوري العام اللي انت البطوله المحببه اليك، على اساس بكل مبارياتك المؤجله ان شاء الله تكسبها، يبقى انت اول الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. عشان كده النهارده مباراه مهمه في الدوري. يعني خلي مباراه السبت القادم لما يجي وقتها، لكن النهارده مباراه الدوري مهمه، مباراه مش سهله. المقاصه في ترتيب ما فيش مشكله خالص، المركز الثامن مع مدير فني جديد كابتن عبد الجليل. لكن فريق الضغوط على الاهلي اكتر اكيد طبعا. يعني المخصم ما عندوش اي ضغوط خالص. يعني اي حد بيلعب النادي الاهلي اي ما فيش ضغوط خالص. صحيح. الا الفرق يعني الفرق المؤخره اللي هو بيسرع ويعمل. يعني مباراه المقاولين الاسبوع اللي فات كان في ضغط على المقاولين، لانه لو خسر هيبقى في موقف مش كويس. عشان كده اتكلمنا عن مباراه وشفنا كانت بطريقه الدفاع ازاي، لكن النادي الاهلي ما بيفكرش في حاجه، النادي الاهلي بيفكر في ثلاث نقاط. كل احترام للفرق اللي بيقابلها، لكن انا ما عنديش رفاهيه ان في حاجه تانية. الحاجه الوحيده المتاحه ليا هو مكسب بثلاث نقاط في مباراه الدوري العام. عشان كده مش عايز اقول ما فيش ضغوط على لعيبه النادي الاهلي. يعني لو قلت ضغوط يبقى حاجه جديده عليك، انما ده الطبيعه بتاعك، الطبيعه بتاعك انك بتلعب مباريات كلها عايز تكسبها، فده خلاص ده قدر لعيبه النادي الاهلي. لا انا مش بتكلم على الضغوط من الناحيه ديت، انا بتكلم على الضغوط ان انت اكيد يعني الكل عايز يشارك في النهائي باذن الله رب العالمين. اكيد اكيد. فالكل في دماغه ان هو عايز يلعب باداء وبجديه، وفي نفس الوقت محدش يتصاب النهارده، فكل ده خلي بالك بيعمل ضغوط وبياخد مساحه من تركيزك في الماتش ده. كل اللعيبه بتفكر ان هي عايزه موجوده يوم السبت. صح. لكن كل اللعيبه بتفكر النهارده عايزه تكسب المباراه ثلاث نقاط. صح. الى جانب حته ان يعني بنتمنى طبعا ان شاء الله كله يطلع سليم باذن الله. حته الاصابه من عدمها دي هي حاجه مش بيديك ايمن قدريه خالص، حاجه قدريه ممكن اقدر اياها حاجه بره الملعب. لكن انا بقول النهارده اللي في ايدك تادي وتقول لمستر موسيماني ان انا موجود وعايز اشارك في المباراه النهائيه، ودي احسن حاجه. الحاجه الثانيه بنتمنى ان شاء الله ما فيش لعيب يحصل له اصابه النهارده، خصوصا من اللعيبه المؤثره واللي بيعتمد عليها مستر موسيماني. كل التفكير ده انا معاك يا ايمن، ممكن مباريات الاسبوع القادم تاخد شويه تفكير. لكن انا متاكد منه ان انت اتعودت على انك بتفصل بين بطوله وبطوله. النهارده مهم قوي، اصل النهارده
ما ينفعش تسبق مباراه طبعا طبعا كايزر خالص طبعا. النهارده بفوق في 3 نقاط لان دي دي ان شاء الله النهارده تكسب مباراه تاديها كويس دفعه كويسه صح. يعني فاهم هيديك دفعه كويسه مزبوط. غير العكس خالص لا قدر الله مزبوط. تبقى ازاي يحصل كده وازاي اتعادل الوقت انت مشكله عندك ايمن في حاجه التعادل عندك بالنسبه لعيبه النادي الاهلي او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هزيمه بقت مشكله انت فاهمني بقت مشكله جماهير حته يعني يعني في جماهير يعني في ناس كده بتقبل التعادل ده مش وحش ده خدت نقطه لا جماهير الاهلي بلاعبتك بمديرك الفني فكره التعادل او غير مقبوله تماما ده في مفهومنا طول عمرنا اه ما انا بقول لك غير مقبول تمام دايما انت بتتعادل يبقى انت خسرت صح. دخلت بطوله خدت مركز ثاني مش عايزها ملهاش لازمه مزبوط. انا بلعب على حاجتين طول عمري مركز اول وبلعب على دايما ان انا افوز باي بطوله بدخلها هو ده صحيح. هو عشان كده النادي الاهلي عشان كده لعيبه النادي الاهلي حتى اللعيب اللي بيجي من بره بيدخل بسرعه المنظومه لا ده ما عندهمش غير تفكير واحد بس الناس دي بتفكر تكسب كل مباراه كل بطوله بتخش البطوله عايز تكسبها عشان كده النهارده بقول لك ان شاء الله النهارده 3 نقاط واداء مطمئن ولعيبه سليمه ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين كابتن اسامه الفوزين الاخرانيين مع ان شاء الله باذن الله مكسب النهارده بيحط المنافس تحت ضغوط يعني انت بتكسب بس بتنقل الضغوط كل مكسب للمنافس اللي هو سبقك بالنقط بسبب زياده المباريات اللي هو لعبها عنك اه طبيعي كل ما كان عدد المباريات كبير والفرق كبير زي ما كان حاصل قبل الثلاث ماتشات الاخرانيين الامور بتبقى اصعب على النادي الاهلي لانه هو محتاج يكسب كل الماتشات وما يتعادلش ولا مباراه عشان يتصدر الجدول ويتصدر البطولة اللي هو محببة بالنسبة له واللي هي يعني تعتبر مكتوبة باسم النادي الأهلي بقالها سنوات كتيرة قوي والفرق واسع بيننا كتير جدا بيننا وبين أي فرقة في مصر في موضوع بطولة الدوري العام صحيح فكل ما عدد الماتشات كان كبير المنافس بتاعك بيبقى مطمئن إنه لسه عنده الأمل إنك أنت ممكن تخسر بعدد الماتشات اللي ناقص عندك مزبوط. كبير لكن كل ما انت بتكسب والامور بتضيق بتقلل مزبوط. كل ما هيبتدي الضغط يتنقل هو لانه هو الاول كان بيلعب باريحيه دلوقتي برضه هو ابتدى يبقى قلقان انه يخسر هو كمان صح. لان هو يعني اقصى حاجه يتمناها او اكتر حاجه يتمناها النادي الاهلي يخسر مباراه او يتعادل مباراتين مثلا وهو يفضل كسبان على طول ففعلا كل ما عدد الماتشات بيقل وانت بتكسب الضغط بيتنقل ليه هو صحيح ده منطقي جدا لكن المباراتين اللي فاتوا النادي الاهلي بيلعب بشكل كويس جاب عدد اهداف كبير يعني حتى في مباراه بيراميدز جايب هدفين جمال وضيع اكتر من هدف التعادل جه في اخر ثانيه يعني بظروف معينه لكن في اخر مباراتين اللي هم سموحه ومقاولين العرب جايب 6 اهداف اجوان كلها متنوعه بطرق مختلفه حاجات بتتلعب طوليه خلف المدافعين في اكتر من هدف شفناه في بطوله افريقيا او في الدوري بيقدروا يجيبوها اللي هي بيعتمد على التمريرات البينيه او الطوليه من قفشه من السوليه من حتى الخط الخلفي ايمن اشرف ياسر بدر بنون وشفنا اكتر من هدف كده في الحاجات اللي هي بتتعمل صغيره بالوانتوهات والدبل باس والسرهات اللي هي التمريرات الصغيره اللي هي على 18 وشفنا هدفين جمال جدا سواء الماتش اللي فات واحده منهم طويله وواحده اتلعبت لصلاح محسن جوه ال 18 الماتش اللي قبله سموحه فيه كورتين ثلاثه اتلعبوا دبل باس بين صح. طاهر وصلاح وشريف وواحده بين قفشه ومعلول وشريف فالحاجات القصيره جوه ال 18 ده شكل اخر الكرات اللي قلنا الطوليه الخلفيه برضو من القدرات الهجوميه دلوقتي اللي الاهلي بيعملها وكمان الكرات العرضيه اللي بتيجي عن طريق اكرم توفيق وعلي معلول عن طريق الشحات عن طريق طاهر عن طريق اللعيبه اللي بتلعب على الاجناب برضو في كور عرضيه اتعملت فبقى في تنوع في التهديف في النادي الاهلي يعني بيستخدم الطرق دي كلها مع الاستحواذ اللي هو السمة اللي هي غالبة في معظم ماتشات النادي الأهلي غالبا الاستحواذ بيبقى معاه يعني بنسب كمان كبيرة يعني مفيش فرقة خدت من النادي الأهلي الاستحواذ فرقة ولا فرقتين لكن معظم الفرق الفرق بيبقى مثلا
70 استحواذ للنادي الاهلي و30 او 65 35. فالنادي الاهلي الماتشين الاخرانيين عملهم بشكل كويس قوي وجاب 6 اهداف وان شاء الله النهارده يكمل المسيره باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن عادل يمكن بنشوف في بعض مباريات الفرق بتغير خططها وطرق لعبها على النادي الاهلي طبعا. وفي نفس الوقت وده شفناه ماتش المقاولين، شفنا تكتلات دفاعيه في نص ملعب المقاولين جامده جدا لدرجه ان الشوط الاول كان في غايه الصعوبه اختراقهم، ولكن قدر مستر موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي يفكوا الشفرات التكتل الدفاع ده الشوط الثاني. هل نقدر نقول ان مصر المقاصه النهارده هيلعب بنفس الاسلوب ودي تعتبر بروفا جيده قبل ماتش الاهلي وكايزر تشيفز؟ اولا لازم نعرف انه فعلا السؤال اللي انت بتقوله يا كابتن ايمن كل الفرق اللي هي متوسطه او في الجدول تحت هو بيلعب بطريقتين في الدوري. الطريقه الاولى لما بيلعب بالفرق اللي زيه، الطريقه الثانيه لما بيلعب الفرق الكبيره. صح، دايما الفرق الكبيره انت بتلعبها بطريقه دفاعيه. فمصر المقاصه يمكن ان في ظاهره غير عاديه ليهم السنه دي، ان رغم هذا ان هم متقدمين جدا في الجدول، ده رقم واحد. رقم اثنين معانا على الشاشه كابتن عادل وصول اللعيبه للملعب المباراه، ان شاء الله تكون باذن الله مباراه جيده وان شاء الله يتوج فيها النادي الاهلي بالفوز باذن الله. حاجه الثانيه للمقاصه يمكن اضاع في الفتره الاخيره اضاع بنات كتير قوي، لو كانش ضاعت منه كان وصل لمركز، لانه وصل لدرجه انه كان الثاني. فالنهارده مصر المقاصه هيلعب النادي الاهلي، هيلعبه دفاع دي اكيد، لكن المهم هنا في الامر ايه؟ الدفاع ما بعد الدفاع هتعمل ايه؟ ودي دايما احنا بنتكلم فيها، اللي بيلعبوا النادي الاهلي واللي بيلعبوا الفرق الكبيره. اللي بيلعب النادي الاهلي المشكله في السيناريو الثاني اللي بيعمله. لما النادي الاهلي بتلعبه ناحيه دفاعيه، لو النادي الاهلي جاب جون في البدايه ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان التغير من الدفاع للهجوم بيكلفه حاجات كتير. عشان كده النادي الاهلي بالذات لو جاب جون في اول ربع ساعه معظم مبارياته بتطلع نتيجه كبيره، علشان الفرقه بتفتح بدري. الا في ناس عاقلين لما بيجي يلعب النادي الاهلي، في فرق عاقله بيكمل بالالتزام لغايه اخر ربع ساعه عشان النتيجه ما تعلاش قوي، يحاول المحاوله الاخيره الياس اللي هي لما توصل ممكن لا تتعادل لا تتغلب اتنين لو انت كسبان واحد. علشان كده انا افتكر ان النهارده مصر المقاصه هتلعب النادي الاهلي دفاع، النادي الاهلي هيهاجم طبعا، ولكن عاوز ارجع لحاجه مهمه قوي ودي سمه اللعيبه الكبيره. أيوه. اللي هي تقدر بخبراتها ازاي باصه للماتش الجاي الفاينل وازاي بيلعب مباراه جيده. صحيح. دي خبرات يا كابتن. في لاعب صغير ممكن ما يستوعبش الامر يدي النهارده اوكي، وفي لاعب اخر هيعرف يمسك نفسه كويس قوي. لعيبه النادي الاهلي عندهم من الخبره الكافيه انه يحصل كده. انا مش عارف التشكيل، ولكن انا كمان اقول لك ان اكيد في راحه لاكثر من عنصر. مظبوط. وراحه كمان جوه الملعب هتبقى لاكثر من عنصر. احيانا تطمن على النتيجه الاول، نتيجه المباراه تطمن عليها الاول وتعرف هتعمل ايه. صحيح. ولكن في نقطه مهمه يا كابتن لاي مدرب بيعملها. صحيح. ده بينه وبين نفسه، عنده لعيبه معينه ما يقدرش يستغنى عنها في مباراه قويه. أيوه. فبيعمل ايه؟ اهم حاجه يامن كذا مكان، وعنده اماكن مش محيره. أيوه. ممكن يعوضها. أيوه. في اماكن لن تعوض. أيوه. فعلشان كده الراحات هتبقى في الاماكن اللي لن تعوض. كابتن علاء زي ما شفنا في التقرير طبعا الافضليه كابتن شريف. سوري يا كابتن. ما انت بعلاء. لا لا لا, لا, لا بدا مع مش هتكلم عن البدايه. شفنا في التقرير طبعا الافضليه للنادي الاهلي. فكر الكابتن محمد عبد الجليل النهارده ايه؟ هو اول مباراه يديرها كمدير فني لنادي مصر ماستا، واول مباراه يديرها لفريق في الدوري الممتاز. دي تاني مباراه. تاني. لا لا الثانيه كان قبلها بيوم. فيعني حسبت له ما كانش مسؤول عنها قوي يعني، انما تعادل فيها مش كده؟ تعادل 1-1 مع عادل كويس وكان متقدم يعني. بقول لك محمد عبد الجليل متربي في النادي الاهلي ويملك ظروف الحياه والمعيشه اللي كانت في النادي الاهلي. ايوه. والفكر في نفس الوقت، لان ما كانش قاعد الفتره دي كلها في مصر المقاصه ماسك قطاع الناشئين وموجود في الفرقه. ايوه. وعنده اكيد يعني مفهوم عن النادي الاهلي ده مين، وعن الدوري شكله عامل ازاي، وهو يبقى موجود ازاي بشكل يكمل الصوره اللي نادي المقاصه فيها. ايوه. فزي ما قال عادل
التعامل بتاع الفرق كلها لما بتيجي تتعامل مع النادي الاهلي غير لما بتتعامل مع فرقه كان بيلعبها قبل كده قبلها بيوم او اي حاجه. دي مقوله صحيحه 100%. فهو لو انا بلاعب النادي الاهلي ومش عارف مفاتيح فوز النادي الاهلي واحترم النادي الاهلي كويس قوي واوازن الشكل الدفاعي والهجومي بتاعي يعني هتبقى العمليه صعبه عليا. فبشوف ان لو فكر كده محمد عبد الجليل وبقى متوازن مع امكانيات فرقته وامكانيات فرقه النادي الاهلي هيبقى له وجود لفتره كبيره قوي في المباراه. في ناس بتفكر ان هي كان زي ما كان مدربين بتلعب النادي الاهلي 3-4-3 كويس، منهم الكابتن ايهاب جلال يعني كان ساعات بينزل يلعبهم 3-4-3 بيحاول يباغت بيحاول يضغط بيحاول يجال وجود يكون عنده فلسفه انا ما انا مغلوب مغلوب يعني او انا عايز اطلع يمكن تضرب معايا والاهلي ما يبقاش في حالته يومها وانا تلعب البليه معايا واكسب اتعادل وده اقصى حاجه اي حد يفكر فيها بيبقى بيلعب النادي الاهلي. فعبء كبير جدا على كابتن محمد عبد الجليل النهارده ان هو لازم يتوازن بين اللعيبه اللي عنده. انا هقول لك على حاجه، احنا عندنا كل اللعيبه اللي موجوده عنده يوم تلاقي جيمس بيكلي ده في حته كبيره جدا مظبوط، وفوافي ده تلاقيه من على الاطراف شغال وبيقطع لجوه، وباسم مرسي دايما عايز يثبت نفسه دايما ان هو عايز يرجع لفرقته القديمه وعايز يبقى من احسن المهاجمين اللي موجودين، بس عندهم تذبذب في المستوى، وميسي برضو هكلمك عنه، وهشام محمد بتاعنا لعيبه عندها كوره تقدر تتواجد في الملعب لمده 30 دقيقه 45 دقيقه على حسب امكانياتك انت وحالتك انت البدنيه اللي بتقدر تفرز فيها اسلوب لعبك وطريقه لعبك. لو طبعا اصيبوا بهدف ولا اي حاجه ده بيفقد التوازن اللي انت ما تقدرش ترجعه. ايوه، فهيخليك بتلعب بعد كده بكل الامكانيات اللي عندك لعب مفتوح، ولعب مفتوح ده في صالح النادي الاهلي. انا لما فرقه تلعبني مفتوح وتبقى عندها رغبه معايا ان هي تفوز في المباراه او تبقى موجوده، دي اكتر حاجه بتفتح مساحات. وشفنا في سموحه وشفنا المقاولين احترم شويه الحكايه ورجع للبتاع ده، ما شفناش الشناوي اصلا. وكل ما انت هتضغط يكون عندك رغبه بالتهديف اكيد هتحقق الهدف. صحيح. يعني صحيح. كابتن علاء، مصر المقاصه السنه دي دربوا الكابتن ايهاب جلال في البدايه وبعدين الكابتن محمد عبد العظيم في نص المسابقه وبعدين اخيرا الكابتن محمد عبد الجليل، وكل واحد ليه اسلوبه وطريقه تفكيره. هل الاختلاف دوت بيأثر على اداء الفريق؟ لكن عايز اقول لك ان اللي خلى المقاصه في المركز المتقدم ده ان هو بدا الدوري بمباريات كسب كتير او نقاط كتير. مظبوط. جدا البدايه كانت كويسه، البدايه كانت كويسه جدا صح. حتى فتره التعثر اللي حصلت ما اثرتش عليه قوي. أيه. يعني المقاصه لو كان بدا ما كانش بدا البدايه القويه دي وحصل كل التعثرات اللي فاتت دي كان نزل الترتيب بتاعه جامد جدا. لكن عايز اقول لك ان اي فريق بتغرى عليه اكتر مدرب اكيد هتاثر. صح، اكيد هتاثر، ملهاش حل. دايما بنقول حته استقرار المدير الفني، استقرار المدير الفني. لكن المقاصه حصل معاه شويه ظروف الموسم ده، فهم بيقضوا الموسم لحد ما يخلص، مش هيحصل ضرر في الترتيب، فهم هيقضوا الموسم ده. بس هل اختلاف او تغيير الاجهزه الفنيه دي المتواصله بيأثر على فكر واداء اللعيبه في الملعب؟ اكيد، لان كل تاثير سلبي طبعا. اكيد سلبي يا ايمن. كل مدير فني جاي مثلا، انا جيت النهارده اسامه كان بيلعب بس انا كنت شايف ان كابتن شريف احسن من اسامه فانا عايز العب شريف. كل واحد ليه رؤيه وكل مدير فني بيشوف مين اللي يناسبه في طريقته، وكل مدير فني ليه طريقه مختلفه. يمكن مبدئيا بس ما تحكمش على محمد عبد الجليل خالص ولا مباراه سابقه ولا المباراه دي، ما ينفعش خالص. يعني المباراه النهارده دي بعيد كل البعد عن عبد الجليل، بس نتكلم ما يتحملهاش نتكلم بهدوء. لكن هو كل مدير فني بيبقى ماسك فرقه جديده بيحاول يعني يعمل يحط بصمه كده، حته نفسيه بيزيد شويه، حته الاصرار بيزيد شويه، ممكن يعمل تغييره خفيفه جدا، ممكن يغير طريقه اللعب زي ما هو شايف. لكن صح، في الاخر ما حسبوش، ما ينفعش حسب مدير. بص يا كابتن، ده مثلا طريقه الدفاع للكابتن ايهاب جلال اللي انا بقول لك عليه 3-4-3. بص زي ما بتقول 3-4 تقريبا بالظبط 3 ده فكر الكابتن ايهاب جلال. كويس. لو اتنقلنا لمرحله تانية، فكر مثلا الكابتن محمد عظيم، هنلاقي ممكن تلاقي الاسلوب مختلف شويه. اكيد يعني تامين اكتر يعني. هو يلعب بيلعب باربعه، لكن دايما ايهاب اللي بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه. هو دايما ايهاب بيحب يلعب بالطريقه دي مع بعض الفرق. لكن يعني هو هنا تنظيم دفاعي جاي اكيد، لكن الثلاثه كان كابتن شيبي كان مع 3-4-3. هو في بعض الاوقات بيلعبها، مش على طول، مش كله لا مش على طول. انا اسماعيل الوقت بيلعب ب 4 عادي جدا، 4-2-3-1. لكن
عبد العظيم لعب 4-2-3-1 نفس الكلام، هيلعب عبد الجليل مباراه سابقه فرقت عليه ما غيرش في الطريقه مظبوط. نفس الكلام النهارده بقول لك بس دي الوقت ما يخليش الكابتن محمد عبد الجليل يغير في الطريقه خالص، ما ينفعش يا ايمن. ده بص كابتن ده عظيمه، ده عظيمه بيلعب باربعه 4-4-1-1 او على حسب. هي بص يا ايمن يعني هي مش طريقه اكتر منها، بس هو موقف اللعبه نفسها، يعني موقف اللعبه نفسها هو اللي بيخلي الشكل ده. لكن طريقه اللعب اعتقد كانت 4-4-2 كان بيلعبها، 4-2-3-1. لكن عبد الجليل لعب 4-2-3-1 المباراه وادي دجله. نفس الكلام ما اعتقدش هغير النهارده، لكن نتكلم في مباراه النهارده. النهارده عبد الجليل اكيد عامل حساب للنادي الاهلي كويس قوي، ولعيبه النادي الاهلي كويس قوي. وفي حاجه كل لعيبه مصر كلها لما بتلعب ضد النادي الاهلي الموضوع مختلف بالنسبه للعيبه قبل المدرب. صح. يعني اللعيب بيطلع اقصى حاجه عنده بيجي يلعب النادي الاهلي، بيحب يظهر بمستوى كويس خصوصا فرق مثلا لو في نص الدوري او في اخر الدوري. بيحب يقدم اقصى حاجه عنده، يعني زي ما بقول انا بفرج نفسي مظبوط. بيحب على فكره مش عيب انك تقول انا موجود وانا كويس وعايز ابقى اروح حته احسن طبعا. فالنهارده اللعيبه اكيد مركزه اكتر من عبد الجليل، هم عايزين يظهروا مهزر كويس ضد النادي الاهلي. محمد عبد الجليل ما اعتقدش النهارده ما كابتن شريف كان بيتكلم ان هو يلعب لعب مفتوح، بالعكس النهارده عبد الجليل هيلعب لعب متوازن جدا. هيبقى دايما هو رده فعل عمره بيبقى فاعل خالص، وهيشوف هيلعب على مفاتيح لعب النادي الاهلي، وهيحاول يقفل المفاتيح دي زي كل المدربين. دايما بقول كل مدرب عارف النادي الاهلي بيلعب ازاي، وعارف طريقه اللعب ازاي، وعارف شكل الهجمات ازاي اللي كان بيتكلم فيها اسامه في اول الاستوديو. لكن في الملعب دي قمه لعيبه النادي الاهلي، بعرف اعمل اللي انا عايزه، بعرف اتصرف على حسب الكلام، على حسب مهارتي، بغيف نفسي كويس قوي. شكل الجماعي وشكل الفردي بيبان مع مرور الوقت، حتى لو بدات مثلا يعني مباراه سابقه ايام لو انت فاكر اول ربع ساعه ما كناش كويسين. صح. ليه؟ مش عشان الخصم كان كويس، البدايه عشان انت بدايتك بطيئه وفي اخطاء كتير قوي حصلت. لكن لما رجعت لشكلك الطبيعي وبدا كل لعيب بقى في المستوى الطبيعي بتاعه، لا حصل تفوق كبير جدا. عشان كده بقول لك دايما النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي هي بتجبر شكل الفريق اللي قصادك ايه، هل هو كويس صحيح. ولا هو فريق عادي، ولا ممكن يهددك بهجمات ولا حاجه، بدايتك. عشان كده النهارده لا متاكد منه، مهم قوي بدايه ان شاء الله مكسب مريح في الاول، عشان بقى نرجع للكلام اللي كان بيتكلم عليه عادل ان هو يبدا يريح اللعيبه من خلال المباراه نفسها. صحيح. كابتن اسامه، مستر موسيماني في كل مباراه بيبقى ليه كده بيفاجئنا، مره تغيير في طريقه، مره لعيب مكان لعيب، مره لعيب ما نكونش يعني احنا حاطين امل عليه ان هو يبتدي، مره لعيب يبقى احنا قايلين ان احنا متفقين عليه ان هو يلعب تلاقيه مريحه بره. النهارده ممكن يفاجئنا بايه مستر موسيماني؟ ما اعتقدش ان طريقه اللعب ممكن تتغير، رغم ان عمرو السوليه ما لعبش الماتش اللي فات. ايوه يعني احنا شفنا ماتشين الترجي لعب بعمرو وحمدي وديانج في نص الملعب، وبرده في ماتش بيراميدز. لكن بعد كده جه غيرها، رجع للاسلوب الطبيعي 4-2-3-1. ف طب خليني اقول لك تشكيل النادي الاهلي. ماشي. تشكيل النادي الاهلي النهارده باذن الله: محمد الشناوي لحراسه المرمى، الظهرين الايمن اكرم توفيق، الايسر علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، اثنين اللي قدامهم خط وسط دفاعي عمرو السوليه وحمدي فتحي، رباعي الخط الهجوم والوسط الامامي هيبقى على الاطراف اجاييه وحسين الشحات، في وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف. هنقوله مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق وعلي معلول ظاهرين، اثنين اللي في القلب قلبي الدفاع ايمن اشرف وبدر بنون، خط وسط دفاعي اثنين قدامهم، يبقى هو هيلعب النهارده 4-2-3-1 زي المباراه اللي فاتت. هيلعب بس هيبتدي النهارده بعمرو السوليه وحمدي فتحي. عمرو السوليه كان مريح الماتش اللي فات، ورباعي الوسط الامامي والهجوم اجاييه وحسين الشحات هيبدا باجاييه النهارده، وده تغيير طبعا، وافشف وسطهم، ومحمد شريف هداف الفريق مهاجم وحيد. فاحنا قلنا انه هو الاسلوب الاساسي بتاعه اللي هو يلعب بيه النهارده اللي هو 4-2-3-1. هو غير في بعض الماتشات 4-3-3، وقلنا المديرين الفنيين بيبقى في بعض المباريات من الممكن انه يغير في طريقه اللعب لنقص عنده عدد معين، وفي لعيبه ثانيه جاهزه في المكان ده كتير فيلعب بثلاثه، او فرقه عايز يامن معاه شويه في وسط الملعب يقفل بطريقه معينه ويلعب على مثلا هجوم مرتد، او حتى يلعب بهجوم اللي هي من البدايه بس بيغير شكل اللعب بثلاثه.
واثناء المباراه زي ما هو عمل الماتش اللي فات، كنا لسه متاخرين متعادلين، غير الاسلوب ل 4-4-2 لما راس الحرب. لما طلع ياسر ولعب حمدي فتحي ورا وبواليا، ورجع قفشه جنب ديانج ونزل بواليا جنب شريف، وبقى حسين الشحات على طرف يمين وطاهر على الطرف الشمال او بيغيروا، وراسين حربه صراحه اللي هم بواليا وشريف. ففي طريقه اساسيه، وفي احيانا بعض المباريات او بعض اوقات من المباريات بتغير حسب ظروف بقى نتيجه المباراه، شكل الفرقه المنافسه، انت نتيجه اللقاء ايه اثناء المباراه، لكن الشكل العام موجود والنهارده حتى بادئ بيه. فهو بس عمل ايه؟ غير بعض اللاعبين واداهم راحه، ونزل يعني مثلا بدر بنون والسوليه من الناس الاساسيين، قعدهم الماتش اللي فات ولعب بدر بنون اخر 9 دقائق، النهارده بادئ بيه لانه خلاص ريح مباراه، يعني لما يلعب النهارده ما فيهاش مشكله انه يلعب بعد كده الماتش النهائي. نفس الشيء السوليه، لاعب ديانج الماتش اللي فات وابتدى بالسوليه، طاهر واجايه برضو بيجهز اجايه وقعد طاهر، فعمل 3 تغييرات وبقيه الفرقه هي هي، لانه في شكل او في قوام هو مش عايز يلعب فيه كتير، لانك انت برضو ما تجيش انت بتلعب بتنافس على بطوله زي بطوله الدوري العام، وبعدين تيجي تقول مثلا النهارده اروح عشان العب الماتش الجاي بتاع كايزر شيفز اغير مثلا 8 او 7، لا كان المتوقع انه هيغير في حدود التغييرين 3. واثناء اللقاء لو حس ان النتيجه كبيره هتلاقيه بقى يبتدي يريح بعض الناس. مزبوط. ممكن يريح مثلا معلول شويه ينزل وحيد، ممكن يريح شريف وينزل صلاح محسن وهكذا يعني. طب نستاذنك يا كابتن اسامه نروح لزميلنا شريف شعبان ملعب مباراه ويقول لنا اخر الاجواء عنده. اتفضل يا شريف. تعالي ليك يا كابتن ايمن من جديد، ولكل ضيوفك ولكل جماهير ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد الجيش بمحافظه السويس، ولقاء الاهلي مع فريق المقاصه. يمكن زي ما اتكلمنا في اول لينكاية هوا طبعا يا كابتن ايمن، ان ممكن مستر بيتسو موسيماني يعني يلعب في تشكيل اليوم او يغير فرد او فردين، وبالفعل النهارده اليو ديانج قاعد او جالس على دكه بدلاء النادي الاهلي. يمكن باقي الفريق فول تيم، يا رب باذن الله النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي. بس خليني اقول لك الملفت النظر من تحرك فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه الى الاستاد اللي استمرت حوالي 22 دقيقه في الطريق، كل اللي قابل اتوبيس النادي الاهلي او حافله النادي الاهلي، الحافلتين بقى حافله الجهاز الفني وحافله لاعبي النادي الاهلي، كل قبل بترحيب شديد جدا من ابناء او من العايشين طبعا في محافظه السويس. ويبدو ان النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره جدا في محافظه السويس، ومش مستغرب لان النادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي يعني شعبيه في الوطن العربي كبيره جدا. فريق المقاصه يمكن كابتن محمد عبد الجليل طبعا النادي الاهلي الاسبق والمدير الفني لفريق مقصه استقبل تشكيل النادي الاهلي يمكن بتعجب شديد، وقال لك الراجل بيلعب فول تيم، ربنا يستر عليا احاول اقدم كوره كويسه قدام حامل اللقب قدام بطل افريقيا، واتمنى ان الاهلي يفوز بالنجم العشره، قال هلعب على قد امكانياتي واحاول اخرج باقل نتيجه ممكنه، وحذر برضو لعيبته من الاحتكاك القوي مع لعيبه النادي الاهلي حرصا على سلامتهم علشان بيلعبوا باسم مصر. تشكيل فريق المقصه اللي هيبدا اليوم، مودي رقم 2، دسوقي رقم 3، هشام محمد رقم 4، عبد الله مجدي رقم 5، عماد فتحي رقم 7، باسم مرسي رقم 9، محمود حمدي في حراسه المرمى طبعا رقم 16، عصام صبحي رقم 17، شمسلي بيكلي رقم 18، احمد صبيحه رقم 36، وسعيد الونشي رقم 94. ويبدو انه طبعا ناشئ تحت السن في البدلاء، كوكو بديل، ومصطفى شبيطه بديل، وفوافي بديل، وحسني فتحي بديل، وخالد قنش بديل، وأسامة العزب بديل، وفارس طارق بديل، ومحمد عادل أمه بديل. يا رب بإذن الله النهاردة يكون التوفيق مع النادي الأهلي. مستر بيتسو موسيماني وجهازه الجهاز الإداري والجهاز الفني بعد وصولهم إلى استاد الجيش كانوا حريصين ينزلوا أرض الملعب يشوفوا أرضية الملعب. أرضية الملعب تبان كويسة جدا في النقل التلفزيوني، ولكن أرضية الملعب تقيلة بلغة الكورة، يمكن الأرضية تقيلة سميكة جدا، بس بإذن الله يتغلبوا عليها النهاردة. لعيبة النادي الأهلي محتاجة قوة بقى، محتاجة لياقة بدنية عالية، فبإذن الله الأهلي يكون أهلي لها بإذن الله. العدد الجماهيري يمكن يكاد لا يذكر يعني، تتكلم في 30-40 واحد في ماسوره الاستاد. باذن الله يا رب النهارده يكون يوم موفق للنادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق مصر المقاصه. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. كابتن عادل، كابتن اسامه قال حاجه مهمه جدا، ان هو المدير الفني قبل الماتشات المهمه قبل الماتشات الثقيله بيحاول دايما يثبت الفريق. هل معنى كده ان ده
هيبقى التشكيل الاساسي او اقرب للتشكيل الاساسي اللي بيبص عليه او اللي بيحضره مستر موسيماني لمباراه الفاينل قدام كايزر تشيفز؟ انا اتكلمت معاك كابتن قبليها وقلت لك انه في اماكن ما بيقدرش ان هو يجازف فيها. النهارده عنده الاثنين الديفندر بيشتغل فيهم مع ديانج وحمدي فتحي كويس. مع السوليه بيشتغل فيهم بالازمنه. المهم اللي انا عاوز اقوله لك في الوقت ده عشان توصل تلعب فاينل فدي شغلانه مدرب الاحمال مع الراجل المدير الفني بيعملوا ايه الاثنين في دقائق بياخدها كل لاعب بتساوي في اماكن معينه. لا انا بتكلم على هيكل اساسي الاول. انا ما انا هكمل لك على ده يجي من الهيكل الاساسي كده يا كابتن. في اهداف اعلى من اهداف في هدف مباراه الفاينل في الوقت الحالي اعلى من الهدف مباراه الدوري رغم اهميه مباراه الدوري متفقين. لكن انت بتتكلم على حدث اشتغلته سنه فانت الناتج بتاعه خلاص النهائي بعد اسبوع فيجب ان انا لازم ما اغفلهوش خالص لازم اشتغل عليه او اشتغل المباريات دي مع المكسب فيها لكن هي البروفر المباراه الاهم اللي هو الفاينل. انا مش عايز اقدم المباراه الفاينل على مباراه النهارده لكن بقول لك من خلال مباراه الفاينل انت بتشتغل المباراه دي باقل الخسائر اللي عندك اقل جهد عندك. الحته اللي انت بتتكلم فيها كابتن ايمن انه فكره ان مدرب يحط تيم اساسي علشان بروفا يلعب بيها المباراه اللي بعديها في وقت قليل من المباراه دي كان زمان مش دلوقتي. أيوة. ليه يا كابتن؟ زمان كان حته تباعد المباريات وعدد المباريات قليل قوي. ايوه دلوقتي عدد المباريات كبير في الموسم. أيوة. فانت ما تقدرش انك انت تلعب بفرقه مثلا يعني الاهلي لعب ماتش من يومين. أيوة. صح؟ أيوة. لعب ماتش اهو بعديها. أيوة. لو ساب التيم اللي هو هيلعب بيه الماتش اللي فات فهيلعب كل يومين مباراه فهيجي لهم اجهاد. الحته اللي انا عايز اقولها لك هو بيثبت اجزاء مهمه في في الفرقه زي مثلا حمدي فتحي لما بيلعب مع الاثنين بيلعب مع السوليه وبيلعب مع ديانج يعني. مش معنى ان حمدي فتحي اهم منهم الاثنين لا ده هو عاوز يوصل للي هو بيعمل الحته الهجوميه اللي هو اللي ديانج مع السوليه لكن حمدي فتحي بيشتغل حته دفاعيه كمل جري. فاللي انا كنت عايز اوصله لك يا كابتن ايه انه مدرب الاحمال في المنافسه في المنافسات الكبيره والانديه الكبيره واللعيبه اللي هم الكوتشات الكبار لما بيجي يقعدوا مع بعض ويتكلموا بيتكلموا على وقت. انا عايز ديانج يلعب 80 دقيقه الماتش ده 70 دقيقه الماتش اللي بعده 75 دقيقه الماتش اللي بعده عشان اوصل يلعب ال 90 دقيقه في المباراه اللي انا عايزها الاهم. قفش هيحصل كده يعني انا اقول لك حاجه النهارده هو مريح ثلاث لعيبه النهارده اهم تغييرات هيغيرها ان شاء الله نكسب بدري ونخلص الموضوع. التغييرات اللي لازم هيغيرها هتلاقي محمد شريف هيتغير. لا لحظه إيه انت بتقول لي يا كابتن ان هو مريح ثلاث لعيبه اللي هم أجأ طاهر محمد طاهر وياسر يعني ابراهيم كدمة. انا بكلمك عن مباراه المقاولين كويس هو غير ثلاثه تغيير عن مباراه المقاولين بغض النظر عن ايه يعني انت بتتكلم على طاهر محمد طاهر خرجه بره الفرقه خالص علشان ما فيش وقت انه يتعالج لو لعب ويتعور زياده هو عاوزه في الفاينل لكن انا بكلمك عنده ثلاث لعيبه اهم لاعبين اي حد هيشوفها كده في التغييرات النهارده لو كسب ان شاء الله نكسب بدري هيبقى محمد شريف واحد هيبقى علي معلول اثنين طبعا هيبقى ايمن اشرف ثلاثه في الوقت ده يمكن بدر بنون ما لعبش المباراه اللي فاتت فممكن ياخد المباراه دي اكرم وجوده مهم دلوقتي يعني محمد هاني رجع فممكن يخليه بعيد بقاله فتره يا كابتن لا انا بس في بديل ايوه واكرم من اللاعبين اللي هو مجهود ما شاء الله كويس عليه قوي روحه عالية. وروحه عاليه يعني الناس اللي روحه عاليه زي حمدي فتحي بنون موجود هو بنون يعني هو حمدي فتحي واكرم ليه ما بيغيرهمش علشان طريقه لعبهم هم هارد ورك الاثنين لكن في ناس تانية انا عارف انه بيعملوا مجهود اكبر لكن هو دي طريقه لعبهم فهيبقى عليهم يمكن محمد هاني النهارده لازم ياخد شويه عارف ليه؟ علشان لا قدر الله اكرم حصل له حاجه محمد هاني يبقى واخد فتره زمنيه ما هي الحاجات دي جدول ما بيعرفهاش في الوقت ده الا اهم واحد مخطط الاحمال اللي مع المدرب وفكر المدرب ازاي بيوصلوا لبعض
النقاط دي وازاي هيلعبوا الفاينل وازاي يلعبوا المباراه اللي قبليها والمباراه اللي قبليها. يمكن مباراه المقاولين العرب ما مشيتش زي ما موسيماني كان عايز. ليه؟ المكسب اتاخر. البدايه راحت المكسب اتاخر. ايه اللي حصل؟ اخر 25 دقيقه عملنا مجهود غير عادي في الفرقه في كم الجري. لو كان انت خلصت بدري كنت قللت من كم الجري اللي انت عنده. فالنهارده اهم هدف عشان يكمل الموضوع انك انت لازم النهارده في البدايه تجيب جون بدري ان شاء الله وتخلص المباراه شكلا بدري. وانت عارف ان النادي الاهلي في الوقت الحالي الفرق بتضغط في الاخر عليه انت فاهم، علشان حصل في موقف ولا واكتر من موقف حصل للنادي الاهلي هزه في ماتش بيراميدز مثلا. لكن انت بتتكلم لما تخلص النتيجه بواحد او اثنين او ثلاثه هتعمل نتيجه كويسه مع المقصه وهتعمل نتيجه افضل للفاينل وده المهم. صحيح كابتن شريف، في ضوء التشكيل اللي احنا خدناه للنادي الاهلي واضح ان مستر موسيماني مش هيغير الطريقه 4-2-3-1. يعمل ايه مستر موسيماني عشان يتلافى البدايه اللي ابتدينا بيها غلط الشوط الاولاني ماتش المقاولين؟ خليني بس اقول لك زي ما عادل قال لك كده، الناس اللي بتريح والكلام من ده والنظريه بتاعت تجهيز الامور كلها في مباراه اليوم والمباراه اللي جايه. طيب وحلو قوي الكلمه اللي انت قلت لي عايزين نفتح، كنت انا هقول لعادل وهو بيتكلم ان مفيش تغيير في الطريقه. يعني ممكن يفاجئك بديانج وعمرو وحمدي فتحي الماتش الجاي؟ ما افتكرش. لا انا مزلوش. شايف ان ادام رايح طاهر محمد طاهر يبقى هيبقى موجود طاهر، اذا قفشه موجود، اذا حسين الشحات موجود، محمد شريف، وبيبني الاطراف علي معلول والراجل اللي هو محتفظ بيه اكرم توفيق. واكرم توفيق اعتقد وانت بتلعب على بطوله اعتقد لازم بالك في انياب فكري الهجومي بالظبط هو اللي هيضغى شويه انياب معينه. انا بقى عايز انياب دي النهارده في الربع ساعه اللي انت كنت مش عاجباك في اول تايم يكون ليها تحركات. التحركات بتاعت اللعيبه لبعض النهارده والرغبه في زي ما عادل قال ان انا اخلص بدري في الشوط الاول. لازم فاكر انا الماتش اللي فات كنت بتسالني فانا بقول من اللي قبل اللي فات يعني بقول من احساسي ان انا لازم النهارده اكسب 3-1 مثلا او شوط اكسب 3 مثلا. انا كنت بقولها هي دي اللي انا كنت بقصد بيها، انك انت في الشوط الاولاني لازم يكون عندك الرغبه التهديفيه في استغلال الفرص، وخاصه ان انت تنويع لعبك وحسين الشحات في القطع اللي بيقطعه جنب محمد شريف بيديك فرص كبيره، فرص كتير قوي في احراز الاهداف، بيدي مساحه للوان تو كان محمد طاهر اعتقد مع محمد شريف وبتروح للجول، بيدي مساحات لحسين شحات انه يبقى موجود دايما في ال 18 ويحاول مره واثنين وثلاثه وهي بتسمر عن اهداف. الكلام ده كله لازم يبقى الرغبه دي موجوده في اول ربع ساعه اللي احنا كنا بنعاني منها، تحركات اللعيبه لبعض. اول ما امسك هي دي الحاجه الوحيده اللي بتميز الاهلي، تحركت كتيبه الاهلي فاحتلت الملعب. ده الكلام اللي احنا دايما بنقوله في المباريات اللي احنا بنلعبها خارج مصر مش جوه مصر بس. فاللعيبه عندها النيرف ده اللي بتقولوا عليه الاحمال والكلام من ده وشو الحاله البدنيه هي اللي بتديك الفرصه دي انك انت تخلص بدري. بقى كده بتريح بالتغييرات، بقى بتريح بالتدوير، بتريح فكر الجهاز الفني ازاي يفكر في الاسبوع الجاي باذن الله عن طريق نفس اللعيبه وتبقى اللعيبه رايحه فريش. فجود لك النهارده يقدر يتخطى اي حاجه تكون عدت عليه في ماتش المقاولين باذن الله. كابتن علاء، النادي الاهلي زي ما قلنا بيلعب بنفس الطريقه. نادي مصر المقاصه المتوقع ان هو هيدافع من بدايه المباراه. احنا عانينا كتير الشوط الاولاني، حضرتك قلت والضيوف قالوا بسبب البدايه ولا بسبب طريقه اللعب اللي انتهجها المقاولين من بدايه المباراه، ان هو مقافل نص ملعبه زي ما الكابتن بلال قال المره اللي فاتت، مرصص لعيبته قدام الجول وبيلعب بطريقه دفاعيه بحته في نص ملعبه. بدايتك هي دايما بتخلي سير المباراه ازاي، حتى ما في كتير قوي فرقه بتدافع يمكن زي المقاولين واكتر كمان، لكن بدايتك هي اللي بتفتح كل الدفاعات دي وتلاقي هدف واثنين وثلاثه وتلاقي انت مسيطر. حتى لو فريق بيدافع ايما وانت مسيطر على بدايه مباراه مع الوقت الامور هتبقى احسن ليك. لكن انت مباراه المقاولين مش عايزين نتكلم عليها كتير، يعني بسرعه كانت اول ربع ساعه مش كويسه. انت لو قدام بتفقد الكوره دايما شكلك مش 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 يعني مش ضاغط صح، لكن بعد كده بعد وقت بقيت تسيطر على المباراه كلها حتى لو الاهداف اتاخرت، بس انت بتتفرج وعارف ان الاهلي هيجيب هدف. يعني انت حضرتك شايف ان الضغط ما كانش مناسب في بدايه المباراه، شكل ادائك في مباراه المقاولين ما كانش كويس، ضغطك كان وحش، اخطاء كتير جدا في التمرير. طول ما انت بتفقد الكره بسرعه يعني
مؤشر مش كويس، لكن طول ما الكرة معاك وبتبدا تشتغل زي بقول لك زي بالظبط الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي اختلف ايه؟ ان انت مسيطر كويس قوي، بتحوز على الملعب كويس قوي، مهما المقاولين يدافع حتى لو هيبقوا 20 واحد مرصوصين انت هتلاقي المساحه اللي هتجيب منها هدف لانك بتشتغل صح. اجنبي بتشتغل كويس قوي من المباريات القليله قوي اللي شفنا فيها علي معلول والناحيه الثانيه كان اكرم، الاثنين كانوا قصاد بعض في مباراه المقاولين، فدليل انت مسيطر سيطره هجوميه تامه على الملعب. لكن الهدف اتاخر، لكن جبت هدف واثنين وكان ممكن يبقى ثلاثه واربعه كمان، لكن شكلك هتجيب هدف. في اوقات كتير قوي اما تبقى مسيطر على الكوره لكن بلا خطوره تحس ان لا مفيش هدف، لكن بتيجي عليك وقت انت مسيطر فانت ما عندكش مشكله، قاعد بتتفرج على المباراه ومستني الهدف هيجي امتى. هو ده النادي الاهلي دايما. عشان كده النهارده كل الكلام بدايه قويه جدا، بحث عن هدف مبكر ويبدا ضاغط على فريق المقاصه، ما يديش المقاصه وقت ان هو يدخل الجيم، يدخل الجيم او يهدى شويه، لازم تبقى ضاغط عليه على طول، لان المقاصه كل ما الوقت بيعدي هو عايز كده، عايز دايما يحاول يعمل تمريره ناريه 3 4 5 6 مريات عشان ياخد ثقه يهدى شويه، لان هو اكيد لعيبه النادي المقاصه عارفين اسلوب لعيبه النادي الاهلي النهارده. صحيح. ضغط كويس قوي، عايز يخلص المباراه بسرعه عشان ان شاء الله يبقى عندوش حل غير يوم السبت ان شاء الله فكر في النهائي باذن الله ربنا. ناخد تشكيل فريق مصر المقاصه قبل ما نروح لكابتن اسامه عرابي. هيبقى محمود حمدي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين عصام صبحي، ناحيه الشمال محمد سوقي، الاثنين اللي في القلب احمد مودي واحمد صبيحه، قدامهم اثنين في وسط ملعب مدافع هشام محمد وسعيد الونش، قدامهم خط وسط هجومي و راس حربه، شميل سبيكلي ناحيه الشمال، عماد فتحي ناحيه اليمين، في النص عبد الله مجدي وراس حربه وحيد باسم مرسي. نقولها مره ثانيه، محمود حمدي حراسه المرمى، طرفين عصام صبحي ومحمد دسوقي، في القلب احمد مودي واحمد صبيحه، قدامهم خط وسط مدافع هشام محمد وسعيد الونش، والرباعي الهجومي ووسط الامامي شميل سبيكلي عماد فتحي، بينهم عبد الله مجدي وباسم مرسي مهاجم وحيد. كابتن اسامه، عبد الجليل النهارده او كابتن محمد عبد الجليل بيلعب 4 2 3 1 بنفس طريقه لعب النادي الاهلي، ولكن اعتقد ان هو في الملعب هيأديها بطريقه دفاعيه. ما تقدرش تحكم دلوقتي قبل المباراه ما تبتدي، ولكن هو غالبا لازم يضيق المساحات لانه عارف النادي الاهلي مفاتيحه كتير، مفاتيح اللعب كتير. كويس. انت دلوقتي المقصه في موقف لا هو هابط ولا هو مستريح، هو مستريح، صعب كمان ياخد مراكز متقدمه اللي هي المراكز الاربعه الاولى. يعني هو هيفضل في المنطقه دي هيتارجح بين الثامن والسابع والتاسع والسادس. كويس. لكن لا هيوصل للمربع الذهبي ولا هابط. فما تعرفش تفكير عبد الجليل ايه. ممكن جدا في مدرب يقول لك انا مش هنزل ومش مش يعني مش فارقه، ممكن اهاجم. ايوه مش فارقه معايا، ممكن اهاجم. انا مدرب، لعبت في النادي الاهلي قبل كده، انا مدرب بقالي فتره مش على الساحه، ما كنتش في ماسك انديه دوري ممتاز وبقالي ماتش، ليه ما افاجئش النادي الاهلي بلعب مثلا هجومي؟ أي. ممكن جدا ده يبقى تفكيره. اي وفي مدرب تاني هيفكر ان الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو بقى يضيق مساحات، يلعب في نص ملعبه، يضيق الخطوط شويه، يبتدي يلعب على مفاتيح لعب النادي الاهلي، ويبتدي يلعب على هجوم مرتد على شمل سبيكلي، على عماد فتحي، على باسم مرسي. فما اقدرش تخش جوه تفكير المدير الفني 100%. انت بتتوقع لكن ما تقدرش تخش جوه تفكيره. يعني عماد النحاس معروف ان اسلوبه غالبا بيبقى بيحب يتمركز في نص ملعبه ويضيق مساحات ويلعب على هجوم مرتد غالبا في معظم السنوات اللي هو اشتغل فيها. الماتش اللي فات بدايته كانت ضغط من قدام على النادي الاهلي اول حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، ابتدى كده. مظبوط. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كنت بتكلم في الانترو ان الفتره اللي فاتت شفنا حاجه ايجابيه من ضمن الايجابيات الكتير بجانب المكسب والصوره الجيده، شفنا تقارب في المستويات كبيره جدا لدرجه ان حتى الدكه لما بتنزل في عناصر مؤثره بتقدر تغير معاك نتيجه الماتش وتصنع الفارق. كمان شفنا عوده لعيبه مستوى اول كمان اساسيين يريحوك، يعني شفنا علي معلول، شفنا نهوض في اكرم توفيق، شفنا طبعا طفره كبيره جدا اثبت بيها ان هو جوكر بجد، يعني مش مساله انه باك رايت بس،
صحيح. شفنا حمدي فتحي وخد عين الجهاز الفني كله ان هو بيثبت نفسه بالمجهود الكبير اذا كان في الدفاع او في الهجوم. شفنا تدوير كبير قوي من الحاله الفنيه بالنسبه للعيبه من جوه الملعب، تقدر تخليك تلعب باي طريقه انت عايزها، او يقدر يخليك في كل ظروف مباراه اللعيبه بتجبرك انك انت تعمل فلكسبيليتي او الشكل الضاغط على اي فرقه او الشكل اللي انت بتسمح بيه لنفسك لما تلعب بره، تقدر تمتص الهجمات وتعمل توازن دفاع هجوم. شفنا رغبه اللعيبه كلها انها تبقى عايزه تبقى موجوده وعايزه تلعب. ايوه يعني ده بيعمل زي ما انا قلت لك في اول الاستوديو، عامل لنفسه معسكر ان هو جاهز دايما للطلب، جاهز ان هو يكون موجود في غيره. ايوه احنا طول عمرنا لعيبه بنحب الغيره ان احنا نبقى موجودين في الملعب. أيوة. عندنا بمشي في الملعب والناس دول هتلعب الماتش الجاي ان شاء الله، مش عارف لما تلعب انا، فكل واحد نفسه بقى يلعب، كل واحد بيجيب جول زي صلاح محسن مثلا يتمنى انه يفضل موجود في الملعب على طول. أيوة. بيجبر الجهاز الفني او الاداره الفنيه كلها ان هو بادائه باخلاقه بكل شغله اللي يبقى موجود في الملعب. في كباتن عارفين، في لعيبه بتبقى محببه عند الجهاز الفني كمان، ما بيعملوش اي مشكله. ايوه ما عندهمش مشاكل خالص، لعيبه ما تسال عنه زي الفل. أيوة. مره كويس مره كويس، تحت الطلب تحت الطلب. ايوه عندنا امثله كتير جدا في الملعب يعني، منهم البطوله ان شاء الله نهديها. بلاش تحت الطلب دي بالاسود، بلاش الاسود اللي انت لابسه. شو ليه تحت الطلب؟ تحت الطلب ايه بس؟ تحت الطلب ولابس اسود. تحت الطلب ايه يا كابتن؟ لازم تراعي برضه الماتش شويه. انا مش هرد عليكم، انا مركز في الكلام اللي بقوله، انا عارف انا بتكلم، تحبوا تدخلوني في موضوع تاني. طيب ماشي اتفضل. اللعيبه كلها بتبقى في الفتره اللي انت شايفها دي كمان احتفاء الحمد لله بكم اربع بطولات كبيره جدا. صحيح. الدنيا كلها زي ما قلت لك في اول الاستوديو العين علينا، فخلاص بقى في غيره، غيره عايز العب في من كل اللعيبه، كل اللعيبه وكل واحد حاسس ان اخوه زميله اللي معاه في الفرقه نفس المستوى. ما لا يقل. هي الحكايه بس ان انا كعلي معلول في الباك ليفت حافظ المكان. صح. حافظ امتى اطلع وانزل. صح. ومحمود وحيد لما ينزل عنده سرعه كبيره جدا وعنده اداء معين، شخصيته يكمل ويبقى موجود مع شيف في حين الطلب. ايوه حين الطلب. ماشي. ف جونيور اجين النهارده مثلا بيدخله هو بيرجعه. بينزل من وزنه، بينزل بيحتاجه في علاقه في ناحيه الشمال. أيوة. بيعمل علاقه ناجحه جدا مع علي معلول. مجدي قفشه بيحتاج كل اللعيبه دي تبقى جاهزه. ايوه كل اللعيبه دي تبقى بتتحرك. ايوه كل اللعيبه دي بتقول الكوره من فضلك. أيوة. مش محمد. صحيح. شريف بس، حسين الشحات بيقطع، مع طاهر لما بيبقى موجود النهارده جاي لازم يستلم الكره يلاقي 2 3 بيروحوا له عشان يعملوا الثغره بتاعت علي معلول اللي بيعمل الكره العرضيه. التايمنج الجميل قوي بتاع محمد شريف. هي دي اللي انت بتسال عنه، في طفره. أي. في فكر، في تركيز. التركيز ده بينبثق بالطبع على الملعب. صح. كله. صح. بنشوف النتيجه اهداف. انا بمناسبه ما ان حضرتك قلت مجدي قفشه، الماتش اللي فات في ناس علقت على الجول الثاني بتاع محمد شريف. كويس. هو قال لك ان مجدي قفشه كان بيطلب الكره من محمد شريف، لما ما لعبهالوش المجدي قفشه بان عليه التاثر يعني وزا. طبعا الكلام ده مش موجود عندنا في النادي الاهلي، ولكن هو من الغيره والحماس. ابقى انا ده الجون الاخراني. ابقى انا عايز الكوره، ولكن لما زميلي جاب الكوره وجاب الكوره جول وكسب الفرقه انا بفرح له. صحيح. ده اللي موجود عندنا في النادي الاهلي. ده انت ما انت عارف وده اللي حصل من قفشه على فكره. لا لا لا، انت عارف احنا لما بيبقى معانا الكوره ولازم انا اعمل لك الباص عشان تروح على الجون، اروح شايط ابص الاقي في المقص. انت اول واحد بتجري عليه. طبعا طبعا انت تصرفت تصرف واخترت اختيار صعب. انما تحقق الهدف. بس دي ما حصلتش منك قبل كده ولا عمرها هتحصل معاك انت، انك انت بتاع فوق بس. احنا دايما بنبقى بنغير على نتيجه المباراه. نتيجه المباراه بنغير عليها بروحك الحلوه في الملعب، بتاكل الملعب. لحد دلوقتي النهارده اكل الملعب ديانج واكرم توفيق دول بينحرروا اللي جنبهم كلهم. بيخليني غصب عني بشوف الراجل ده بيعمل ايه، بموت نفسي جنبه. صحيح. ان هو بشر وانا بشر، هي دي الغيره اللي انت مظبوط عايز تطلع بيها بفايده الفريق. صحيح. كابتن علاء، لو بصينا لتشكيل النادي الاهلي، انا واحد من الناس توقعت النهارده مثلا ان صلاح محسن هو اللي هيبدا مكان جونيور اجاي. ده توقعته لان صلاح محسن لما بينزل بديل بيصنع الفارق كويس، وكمان بيطلع بيظهر بشكل كويس قوي، غير ان هو بيجيب جول طبعا. انما فكره كويس جدا، بيلعب على الجول كويس جدا، بيقدر يتصرف في المنطقه الاخرانيه كويس جدا، في الحته الشمال لما بيلعب فيها بيوجدها دلوقتي وابتدى يحفظها، بيعمل ثنائيات مع اي واحد بيلعب ناحيه الشمال، بيدخل لجوه كتير، فعنده امور كتير ظهرت الماتشات اللي فاتت.
فانا كنت متوقع ان صلاح محسن يبدا. صلاح محسن ما بداش، بدا جونيور اجايه. فكر ازاي مستر موسيماني في الجزء دوت، هل ان صلاح محسن لما بيبقى بديل بينزل احسن ويصنع الفارق، ولا اجايه في البدايه هو الافضل؟ هو يعني فكر في الاثنين، فاجايه في صلاح. اجايه عايز يديله بدايه مباراه، اجايه بقى له فتره كبيره قوي كان مصاب وياخد فتره قليله، حته انك تبدا المباراه دايما عكس ما تكون قاعد تحتضنه بتنزل. هو عايز يديله البدايه، اسمع حمى البدايه، عايز يخليه بدايه المباراه. الكرشه النفس الاولانيه دي هو عايز دي، هو عايز يوصل مع اجايه وكده. هو تقريبا اطمن على صلاح محسن، ودايما او تقريبا كده مستر موسيماني رسم صلاح محسن هو يبقى ورقه رابحه الشوط الثاني ما يبدا، يعني ما يبداش بيه، يبدا بيه الشوط الثاني. يعني صلاح محسن من الاوراق الرابحه اللي مؤثره في الدكه على طول. لو جبت كده كل مباريات اللعيبه صلاح محسن كبديل ونزل، اتفرج على الفرق عامل ازاي. صح. على طول نازل متحمس جدا، وبعدين على فكره هو مهاري، من امهر اللعيبه اللي موجوده في فريق النادي الاهلي. صلاح محسن سرعه ومهاره، وبيعرف يجيب جول، وبيعرف يتحرك كويس قوي. لكن لما بيبقى بديل ايمن، لما نزوله في الملعب بيفرق مع النادي الاهلي. مزبوط. بيفرق معاه هو. عشان كده النهارده مستر موسيماني عايز يبقى عايز، هو بيحاول في الفتره القليله دي خصوصا مباراه النهارده، هو عايز تبقى كل اللعيبه قدامه. عايز يشوف مدى جاهزيه كل اللعيبه على اساس ان شاء الله يوم السبت. صح. من اللعيبه المهمه على فكره في النادي الاهلي هو جونيور ده لعيب كره قوي جدا، ممتع جدا لو في مستواه، لما يبقى في حالته، يبقى بدنيا كويس. سليم. في لعيبه بدنيا لما مش كويسه بتتاثر فنيا. هو زايد في الوزن شويه، هو جونيور ده. بس بدا ينزل. يعني جونيور اجايه ما عندوش مشكله كمهاره، كلاعب كره بيعرف يتصرف كويس قوي، لكن دايما مشكلته الزياده او بدنيا. جونيور عشان يبقى في احسن فورمة لي لازم باول بدنيا كويس جدا. عشان كده مستر موسيماني النهارده اداله زي ما بنقول ايه، اول نفس في المباراه دي. يعني معنى كلامك ان حضرتك شايف ان جونيور واخد البدايه انما مش هيكمل. على حسب، هو امنيه حياه موسيماني النهارده ال 90 دقيقه اديها جونيور. ليه؟ هو فايده ليه هو؟ هو بقى له فتره كتير بعيد. لو خد 90 دقيقه النهارده بمستوى كويس هو بص يا ايمن، مباراة النهارده مش مباراة 90 دقيقة. ايوه. المدير الفني اللي قاعد بره بيفكر مليون تفكير طبعًا النهارده طبعًا عشان يوم السبت. طبعًا. فبيفكر هو عايز كل لعيبة تطلع سليمة. هو عايز النهارده يشوف جونيور أجاييه. لو لعب 90 دقيقة بمستوى كويس هيخليه في الملعب، لأنه هي فايدة ليه هو. صح. هو عايز يطمن على محمد شريف. إن شاء الله النتيجة تساعده ويبقى محمد شريف موجود معاه يقعد. أكيد لو النتيجة برضه مساعدة حمدي فتحي هيريح ويدي ديانج. هو اصل يعني هي مش 90 دقيقه، الناس فاكره 90 دقيقه المدير الفني بيتفرج عليها كده. في اوقات يا ايمن المدير الفني هي المباراه شغاله، لكن هو بيحسب حسابات كتير قوي. هو النهارده ال 10 لعيبه في الملعب كل لعيب هو بيفكر فيه بطريقه شكل. مزبوط. بيفكر باكرم بطريقه شكل. صح. معلول بطريقه شكل، مش عشان حاجه، هو عشان عنده مستوى. ان انت تفكير مزدوج عنده مستوى، يعني نهائي ان شاء الله يا رب تبقى ال 10. لكن مباراه النهارده مباراه فيها اكتر من مباراه بالنسبه للمدير الفني بس. صحيح. النهارده عايز يطمن. انا من اكتر الناس اللي بثق في جونيور جدا. أيوة. لعيب ممتاز. مزبوط. على الاطراف كويس قوي، لما يخش راس حربه بيعرف يجيب الجول كويس قوي. لما تسلمه الكوره انت ما عندكش قلق. في لعيبه ما تسلمه الكوره ايمن ما عندوش قلق. هو صح. هو ده هو جونيور. وكان بيصنع ثنائي هايل مع علي معلول. هايل طبعا. صحيح. لا ده من زمان لما كنا في تونس هم الاثنين. مظبوط. يعني من الناس اللي من الناس اللي تطمن لما الكوره معاه. عشان كده النهارده بقول لك هو مستر موسيماني عايز 90 دقيقه خدها جونيور. صح. باداء كويس يطمن عليه، عايز يطمن على 90 دقيقه يقدر يديها كويس قوي. صحيح. عشان كده بقول لك النهارده صلاح ورقه رابحه. هو مطمن على صلاح. يعني هو مطمن على صلاح محسن ان هو وقت بيلعب بيأدي كويس قوي. وضمن الاوراق الرابحه كابتن محمد شريف برضه. محمد شريف ده الرابحه يعني بتاع فرقتك يمكن. يعني بالظبط فاهمني. لكن معانا ارقامه ده محمد شريف. هو وشميل سبيكلي. فمحمد شريف لعب 22 مباراه، شميلس لعب 20 مباراه. الاهداف محمد شريف 12 9. هو شميلس اللي جاب 9 ولا باسم مرسي اللي جاب 9؟ الاثنين زي بعض. صناعه الاهداف محمد شريف هدف، شميلس بيكلي 3. صناعه الفرص محمد شريف 12 وشميلس. محمد شريف بيلعب على هداف الدوري بس هو 14. شميلس يعني مش مكان صلاح. لو هتعمل المقارنه دي بقى مع باسم، لكن شميلس لا يعني بعيد شويه، ان الاماكن مختلفه. لكن يعني ما علينا، انا بتكلم على
اجاييه والناس اللي موجوده في الملعب النهارده. أيه. النهارده من اول من اكتر الناس اللي بيفكر فيها مستر مستني ان هو يريحها النهارده محمد شريف. اكيد محمد شريف. يطمن على المباراه. محمد شريف هيقعد يدي حد تاني، ممكن مروان، ممكن شحات بيلعب، ممكن مروان النهارده، ممكن مروان، ممكن صلاح موسى، عنده كهربا النهارده ممكن ياخد وقت كتير برضه، لان عنده البدائل كتيره. لكن كل ده ايمن كلام حلو قوي، هيتطبق ويبدا المدير الفني ينفذه في الملعب تحت بند واحد بس، نتيجه مطمئنه واداء كويس. صحيح. يبدا يفكر في كل ده، هو مش هيفكر في يوم السبت قبل النهارده. مزبوط. هو يفكر النهارده. مزبوط. ازاي يكسب المخصه وازاي النتيجه بقى مريحه، على اساس يبدا يعمل كل الشغل اللي هو بيفكر فيه او هو بيتمناه اهكذا. صحيح. كابتن اسامه، لو اتكلمنا بقى على الاوراق الرابحه في فرقه مس المقصه بناء على التشكيل اللي قدام حضرتك، هيقدر ازاي يتعامل معاها مستر موسيماني ويقفل الاوراق دي؟ اولا احنا قلنا اخطر اتنين فيهم هم باسم وشيمليس بيكلي، لانه حتى بالاحصائيه اللي انا قلتها قبل لما كنت بتكلمني في السؤال الاولاني اللي اديتهولي، شيمليس بيكلي جايب 9 اهداف، باسم مورسي جايب 9 اهداف من 28، يعني هما الاثنين جايبين 18 هدف، يعني تقريبا 3/4 الاجوان هما اللي بيجيبوها. صح. فهم دول اخطر اثنين، شميلز وباسم مورسي، اخطر اثنين على المرمى بالنسبه لفرقه المقص. ده قدام. طب بالنسبه للاطراف بتاعته، ما انا بقول لك عصام صبحي بيعرف يهاجم في الجنب اليمين كويس، برضو محمد دسوقي، ولكن ممكن اسلوب النادي الاهلي، لو الاهلي في حالته الطبيعيه اللي هو النادي الاهلي بيضغط من البدايه، النادي الاهلي بيعمل هجوم مكثف، النادي الاهلي بيلعب بمجموعات لعب، سواء في الشمال هتلاقي معلول واجايه ومعاهم السولاي، هتلاقي في اليمين اكرم توفيق والشحات ومعاهم حمدي قفشه وحمدي فتحي وقفشه بيضم مع الاثنين. الجبهات دي ممكن تجبر عصام صبحي ومحمد دسوقي ما يقدروش يطلعوا بصوره، ما يقدرش يطلعوا بصوره كبيره، يعني هيطلعوا اكيد بس مش بصوره كبيره. عماد فتحي يعني عارفين طريقه لعبه، من الناس اللي تحاول تكمل على ال 18 بيشوط، لكن الخطوره الكبيره هم في الاثنين دولت. فطبيعه الحال انت عندك اثنين ارتكاز اللي هم السولية وحمدي فتحي، غالبا حمدي فتحي هو اللي بياخد الجزء الدفاعي الاكتر، اللي هو بنقول عليه يعني زي ما الناس بتقول رقم 6، اللي هو الوسط المدافع اللي متاخر شويه، يعني بتلاقي السوليه يمكن بيتقدم اكتر من حمدي فتحي، حمدي فتحي يمكن بيتقدم كتير في الضربات الثابته لانه بيجيد اللعب بضربات الراس، من احسن الناس في النادي الاهلي بيلعب براسه، فبيطلع بالضربات الثابته، لكن غالبا بيقف مع ايمن اشرف وبدر بنون في اللحظات اللي الفرقه بتهاجم فيها، وبيطلع طبعا كلنا بنطلع كتله واحده، ولكن انا اقصد هو بيبقى متاخر عن كل الشكل اللي قدامه اللي هو جونيور وقفشه وشحات وشريف والسولية. فحمدي فتحي عليه دور كبير جدا في عمل التوازن الدفاعي، لما انت بتهاجم، انت بتهاجم مش بتهاجم بالعشر لعيبه، انت بتهاجم بسته بخمسه بساعات بسبعه، ولكن في على الاقل 3 أو 4 مامنين المواقف الدفاعيه اللي ممكن تحصل فيها انك انت بتتقدم، يعني في مساحات. ايوه تتقدم يعني في مساحات، هو عايز يلعب على دي لو. أيوه. قلنا بافتراض ان احنا بنقول هو يلعب على هجوم مرتد. ايوه فلازم حمدي فتحي يبقى مامن مع ايمن اشرف وبدر بنون، وطبعا واحد من الباكين اللي غالبا بيبقى اكرم، لان علي معلول بيبقى واخد الاتجاه الهجومي او الشكل الهجومي اكتر. انما شميلس بيكلي عنده سرعات. طبعا. وباولن فوافي برضه لما بينزل بيفرق برضه، يعني عنده سرعات دي موجوده. مظبوط. هما عنده طبعا على دكه البدلاء في صلاح عاشور لعيب كويس، بس طبعا مش سريع لكن بيصنع لعب وكده. باولن فوافي خطير وبيروح على الجون على طول. صحيح. في احمد عادل ميسي مهاري وبيلعب في الاجنحه، يعني عنده بعض التغييرات الكويسه، ولكن انا بتكلم على بدايه اللعب هما الاثنين الخطيرين جدا. باسم مرسي من المهاجمين العنيد على المرمى. صح. يعني ما بيكسلش. مزبوط. يعني مزبوط. ممكن كره تتشط تحت الكوره عشان يكمل. مزبوط.
يضغط على المهاجم ويحط بلغة الكرة لعيب غلس. ايوه لعيب من اللعيب من الفراودة الغلسين غلسين شوية في اللعب صح. بيشترك على طول مع المساك اللي بيلعب عليه مزبوط. وشيبلي سبيكلي بيلعب على المساحات كويس قوي صح. بيعرف يتحرك في الحتت اللي باسم مرسي بيخليها له ويوسعها له او عماد فتحي او عبد الله مجدي وبيتحرك فيها في العمق على الجون وعشان كده هو من الناس اللي جايبه 9 اهداف صح. فهي عايز التوازن بس شويه من حمدي فتحي وعمرو السولية مع القلبي الدفاع ساعه لما بنكون مهاجمين صحيح. كابتن عادل توقعاتك لسيناريو الشوط الاول يعني من الفريقين دفاع منظم من المقصه يلعب على الهجمه المرتده من البدايه من البدايه النادي الاهلي هيحاول يضغط الضغطه الاولانيه علشان ينهي المباراه بدري علشان يشتغل على السيناريوهات اللي احنا اتكلمنا فيها سيناريو المباراه بتاعت يوم السبت ان شاء الله الفاينل فعاوز ينهي بدري علشان ما يدخلش في في الحته اللي اتكلمنا فيها قبل كده والكابتن اسامه اتكلم فيها وقال انه المدرب ممكن يكون حاطط في دماغه فكره وبعدين يغيرها علشان ما علشان المباراه ده كلام طبيعي فكابتن اسامه محق فيه اللي هو ممكن سيناريو انت ماتش ممكن يخليك لا انت ممكن تنسى المباراه اللي بعديها انت بتفتكر الثلاثه بونت علشان كده بنتكلم النادي الاهلي في ماتش المقاولين العرب اول ما وصل للسبعين للدقيقه 70 نسى انه عنده مباراه ونسى ان عنده كل حاجه لازم يضغط ولازم يكسب المباراه دي علشان كده النهارده البدايات اللي انت بتتكلم عليها كابتن ايمن وبالعكس عادل بعد اذن غير مقطع كلامك وبالعكس في ماتش السموحه لما جاب 3 اجوان غير بين الشوطين الشناوي ونزل علي بدا يريح فهي دي الفكره بتكمن في انك انت عاوز ايه من المباراه النادي الاهلي عايز يضغط عشان يجيب جون بدري علشان يريح نفسه ويجيب جون والتاني والتالت ويريح نفسه والمباراه يجري ويقتصد في الجهد نادي المقص عاوز يطول الوقت مع النادي الاهلي في التعادل ويطول علشان النادي الاهلي يزهق شويه وبعدين يلعب على المرتده طب هل الكابتن محمد عبد الجليل ممكن يبتدي 4-1-4-1 هو يعني لعب سعيد الونش قدام الاربعه الديفنس هو هيبتدي كده هيبتدي كده يعني هو هيبتدي بص اهم لعيبه اللي الكابتن اسامه قال عليهم باسم وبيكلي في كمان عبد الله مجدي ده من اللعيبه الهايله كويس في المقص عايز اقول لك حاجه ده همزه الوسط في الملعب كله مظبوط يمكن ده اللي هو عاوز اقول لك الجديد اللعيبه الجديده اللي هي عنده مهاره لعيب نص الملعب عنده الناحيه الهجوميه كويس عنده التسديد هايل عنده الفكر كويس قوي جاي محضر وبيباصي فهو ده اللي عامل شغل المقاصه كله هشام محمد وسعيد الونش يمكن هشام محمد بينظم لعب كويس قوي عماد فتحي ينزل في نص الملعب جيمس بيكلا ينزل في وسط الملعب عبد الله مجدي ينزل في وسط الملعب عنده ميسي كان بيظبط مع النادي كويس كمان. انا في بس نقطه كنت عاوز اتكلم فيها يا كابتن ودي مهمه قوي انت لو بصيت على بدلاء النادي الاهلي تعرف موسيماني عايز من الموضوع انت بتتكلم على محمد هاني محمود وحيد رامي ربيع ياسر ابراهيم الي ديانج ايوه ليه لكام لعيب احتياط الكام لعيب يا كابتن لسته لعيب اعكس الناحيه الهجوميه هتبص تلاقي تلاتة. صلاح محسن كهربا مروان تلاتة. احتياط الكام تلاتة. الاربعه لعيبه اللي هم اللي قدام هنا الفكره ثلاثه لعيبه صلاح محسن كهربا مروان محسن الثلاثه للاربعه لعيبه في الملعب مزبوط. اللي هم الناحيه الاماميه هي. هنا الفكره ايه الفكره اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو في الوقت ده مين العناصر المهمه للفاينل لازم امنها في اي وقت لازم امنها والعناصر غير يعني عايز اقول لك في عناصر تانية عندها روح عاليه انا ضامنها مظبوط تقدر بروحها لو مجهده تقدر تلعب مباراه مظبوط لكن ولكن ظروف المباراه احيانا تجبرني زي ماتش المقاولين كده ان دول ممكن يكملوا لحد نهايه المباراه ما في حاجه يا كابتن عايز اقولها لك في حاجه عايز اقولها لك انت دايما كمدرب اول فكره بتشتغل عليها انك انت هدفك الاولاني انت نادي كبير هدفك الاولاني اللي بتشتغل فيه فانت عندك هدف لو اتغير تعمل هجمه تانية بطريقه تانية وعندك من الامكانيات اللعيبه ان انت تقدر تغير طريقه لعبك صح. وتغير في اماكن الملعب
وتغير تعمل موجه والثانيه والثالثه والرابعه هجوميه. صحيح. لكن عارف الانديه الكبيره دايما ما عندهاش الموجه الدفاعيه الكويسه قوي. يمكن انت لو قلت للاهلي مثلا حافظ على جون تدافع 50 دقيقه او 45 دقيقه ممكن ما يقدرش قوي. صح. انه الاستراتيجيه بتاعك فكره غير كده، اللعيبه نفسها غير كده، انت فاهمني يا كابتن؟ صحيح. فافتكر النهارده البدايه هتبقى زي ما قلت يا كابتن ايمن، بدايتين مختلفين. الاهلي عاوز يجيب جون بدري، عبد الجليل عاوز يقلل الوقت شويه، يكتر وقت التعادل شويه لحد اما يعمل السيناريو الثاني، وممكن يعمل ضغطه في البدايه ويرجع ثاني. احيانا طيب. احيانا في مدرب ذكي يعمل ايه؟ انا اوريك ان انا بضغط عليك من قدام وانا مدافع اصلا. طيب. وبوريك ان انا بدافع قوي وانا اصلا مهاجم. هي المشكله في ايه؟ انا وانا بهاجم هعمل ايه في الدفاع؟ وانا بدافع هعمل ايه في الهجوم؟ كويس. بس هو هو لو بيهاجم الكابتن محمد غجيل وكره اتقطعت منه، كل اللعيبه هترجع نص ملعب. لا هو مش هيهاجم بالمجموعه كلها، اثنين ثلاثه لعيب. ما هو فيها كابتن ايه؟ انا ده الهجوم الواهي اللي انا بكلمك عليه. الفرق اللي اقل من الفرق الكبيره بتعمل الهجوم الواهي اللي هو ايه؟ انا وانا شغال في الناحيه الهجوميه ممكن اهاجم بخمسه، لكن خمسه في ثبات تام، لان الهجمه المرتده ممكن تقف بخمس لعيبه. مظبوط. وممكن اعمل حاجه ثانيه، وممكن اوري اللي انا بدافع وعندي بضيق المسافات علشان النص البعيد اللي هو نص الفرقه الثانيه اطلع بسته سبعه علشان الحته الدفاعيه في المساحات قريبه من بعض اعرف ادافع باربعه لعيبه بس. ده افكار كتير ما بين المدربين وممكن، بس افتكر انه لسه عبد الجليل الفتره قليله قوي انه يعمل الحاجه دي مع المقصه. صحيح. انا قلت لك ان هو جاي الهدف معين وهم محقين في الهدف ده. صحيح. كابتن شريف سريعا هنشوف اهداف مبكره الشوط الاول باذن الله، يعني باذن الله نشوف اهداف مبكره باذن الله يكون اكتر من هدف باذن الله. باذن الله. بس خلي الفرقه انت بتلعبها اذا كان باي سيناريو هيلعبوك، اذا كان توازن اي حاجه، لازم يكون هدفك في الحكايه خالص انك تامن المباراه بدري بدري. صحيح. وإذن ان شاء الله تبقى في اول 45 دقيقه باذن الله. هدفين باذن الله. كابتن علاء هدفين برضه. هدفين لا الاستوديو فات كان ثلاثه النهارده اثنين. هو قال لك فكر المدربين وانت قلت لي اللبس لا ماشي مفيش مشكله. مش مشكله. لا اتمنى ان شاء الله هدف في الاول اساس تبقى الامور سهله، يبقى يوم سهل النهارده ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه ان شاء الله اتصور انه هنجيب اهداف او هدف على الاقل بدري عن ماتش المقاولين، يعني انا متخيل ان الاهلي الشوط الاولاني هيجيب هدف على الاقل ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل برضه يعني اتمنى ان احنا نجيب هدف بدري، وانا اقول لك ممكن نجيبه لان كان ملعب سبورت بطل سبورت كان ضيق، كان مساعد المقاولين العرب. صحيح. على الناحيه الدفاعيه حاجه كويسه قوي كانت المقاولين. اما الناحيه انت قلت حاجه عن ماتش المقاولين، احنا كل ماتش بنتعلم من الماتش اللي قبل. صحيح. يعني ماتش البيراميدز ماتش سموحه كان عندنا الرغبه. مزبوط. الحته اللي انا كنت بتكلم فيها كابتن ان ملعب بيتروسبورت ضيق فممكن يعملوا دفاع كويس مع اللعيبه لسه جاهزه ان. صح. شاء الله الملعب ده يكون اوسع باذن الله رب العالمين. نجيب جون بدري ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.